هكذا بدأ المشهد بالقدس المحتلة والضفة الغربية التي أوصدت المحال التجارية والمؤسسات التعليمية والمصرفية فيها أبوابها، فضلا عن إضراب القطاعات الحكومية والرسمية في هذا اليوم. مسيرات وتظاهرات انطلقت من مراكز المدن تنديدا بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي الذي أحبط مشروع قرار يقضي بوقف العدوان على غزة. اليوم نخرج ضد الفيتو الأمريكي الذي عبر عن تأكيده على 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 ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي المجازر وعمليات الإبادة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. رسالتنا اليوم ورسالة كل الأحرار في هذا العالم من خلال السياسة التي تعبر الشعوب من خلال هذه الدعوات من أجل أن يتحمل السياسة في هذا العالم مسؤولياتهم تجاه هذا الشعب الأعزل الذي يتعرض لعمليات الإبادة والمجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. وعلى قلب رجل واحد صدحت حناجر المتظاهرين الذين جاءوا خفافا وثقالا رفضا لاستمرار العدوان ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، رغم المواقف الدولية والشعبية الرافضة له، إلا أن انفراد الولايات المتحدة بالفيتو وبمجلس الأمن أضحى بمثابة رخصة للاحتلال للإمعان في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة في شهرها الثالث على التوالي. أننا ندين موقف الإدارة الأمريكية المنحاز إلى العدوان الإسرائيلي في استخدامها للفيتو للمرة الثانية ضد الشعب الفلسطيني، أي أن هذا الفيتو هو تصريح لإسرائيل بمواصلة عدوانها. نحن ندين هذا الموقف ونصر على حقوقنا في وقف العدوان وفي الوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورغم حربه المعلنة على قطاع غزة، إلا أن الاحتلال واصل حربه الصامتة في الضفة الغربية التي اعتقل فيها زهاء 30 شابا تحت حج وذرائع واهية. يترك الفلسطينيون مسامع المجتمع الدولي من خلال هذه التظاهرات والإضراب في ظل فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان على غزة وحرب الإبادة الجارية التي تمتد يوما تلو يوم. فالح نصير، فالح، تلفزيون دولة الكويت، الأراضي الفلسطينية المحتلة.